وفي مستهل زيارته للإمارات، عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي لقاء موسع مع عدد من ممثلي الجالية المصرية، حيث أكد وزير الخارجية اهتمام مصر البالغ بأبنائها في الخارج وبتعزيز ربطهم بوطنهم الأم، منوها إلى أنه يستهدف تعزيز التواصل الفعلي بين الجاليات المصرية في الخارج والبعثات المصرية في مختلف دول العالم. واستعرض عبد العاطي التنسيق القائم مع الإمارات بشأن المواطنين المصريين العاملين في دولة الإمارات، مشيدا بما يحظون به من رعاية واهتمام من قبل السلطات الإماراتية على المستويين الرسمي والمجتمعي.